صباح الخير مرة جديدة وتحياتنا لكم مشاهدينا إذا انضميتوا لنا هلا مجموعة من أحلى البرامج بانتظاركم الليلة خلال السهرة على الام تي في. اسمحوا لي أقدم لكم لمحة عنا كل ليلة الساعة 7 المساء أنتم على موعد مع أحداث جديدة بالدراما الاجتماعية المحلية اخترب الحي مع مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية اللي كلنا بنعرفهم وبنحبهم. هالمسلسل بيعرفنا على عدة قصص من واقع مجتمعنا، قصص بتصير بكل حي، كيف رح تتطور الأحداث بنشوف سوا بحلقة الليلة الساعة 7 المساء على شاشتنا. بعد الأخبار عم نتابع سوا الإعادة للدراما الاجتماعية اللي حققت نجاح كتير كبير بالموسم الأول، الهيبة، مع مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية والعربية. أكيد من بعد ما تابعنا الموسم الثاني اللي هو هالسنة الهيبة العودة صرنا نفهم الأحداث اللي جريت بالهيبة بالموسم الأول. رح نشوف هلأ مشاهدينا مشهد من مسلسل اخترب الحي ومنكمل. بعض المعصبين مش فاهمانين شو اللي صار. امك عم تبكي وبيك مسكر راسه. منيهم؟ ما هن كانوا ناطرين هذا العرس ومش مصدقين. خلص بقى، لشو نزيد عقلنا وعقلبهم؟ اللي صار صار. شو له عازي الحديث يا هشام؟ شو بيك؟ على كل حال امي وبي عندهم هلا وخالتك كمان. انت راجع على البيت ولا باقي هون ليلي؟ لا لا باقي هون. هلا بنقوم كلنا بنضب الاوضه. رجع امبارح ضبينا الصالون احنا. كرمال العروس. لا الاوضه منيحه. رتبتها زويا. مين؟ مين زويا؟ هيدي اللي رقصت امبارح عشية. شو شو؟ أي متى ضبطها؟ اليوم. ما كانت عندي الصبح. شفتها كانت فلة من البناية، عزمتها على القهوة. قعدنا شوي هيك ترتشنا. والله وساكت كمان. لا وأنت عم تبرس. كارول نايمة بأوضتها. اوعي اوعي روج. حرام تعبانة تركيها. عم لك وعي. يلا يلا. كارول. 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 الست عزيزة برا، قلت لها انك نايمة، قال وعي. الا جاي. إذا مشاهدينا الساعة 7 المساء أحداث وتطورات جديدة بالدراما الاجتماعية اخترب الحي، بعد الأخبار حلقة جديدة أو الإعادة للموسم الأول من الهيبة، وحوالي الساعة 10 إلى ربع المساء أنتم على موعد مع برنامج نينجا وورير، برنامج جديد على شاشتنا مخصص لمحبي التحدي والمغامرات، مسابقات رياضية حقق نجاح كتير كبير وين ما انعرض بالعالم وانعرض بدول عديدة حول العالم. مجموعة من التحديات والمغامرات الرياضية لازم ينفذوها بوقت محدد، لأن هالأمر يمكن نلاحظ أنه راح يكون مستحيل، ولكن للمشاركين بالنسبة لهم ما في شيء مستحيل. حلقة جديدة من نينجا وورير الليلة الساعة 10 لربع المساء على الام تي في. وقفة قصيرة مشاهدينا، بتأمل تبقوا برفقتنا ومتابعة حلقتنا من اللايف.